صباح الخير يا هشام. وفي البداية بنقدم خالص التعازي لأسر ضحايا 19 ضحية تم انتشالهم الآن. الجثة 19 تم انتشالها من الرياح التوفيقي أمام قرية منشأة العبد النبي تبع المركز أجف محافظة الدقهلية. زي ما أنت قلت دلوقتي الأوتوبيس بالفعل كان فيه أكثر من 30 شخص، تم انتشال 19 من الضحايا وإنقاذ 6 مصابين. فور وقوع الحادث تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف ورجال الإنقاذ المهري بصراحة كتير جدا، يعني هم البطل الحقيقي في الموضوع. في أكتر من مكان عاملين بحث مكثف وانتشار في الرياح التوفيقي على مسافة كيلو من وقوع الحادث، ويمكن في فيديوهات عند حضرتك للأوتوبيس اللي سقط في الرياح التوفيقي ولحظة التعامل مع الضحايا والمصابين وانتشالهم من الرياح التوفيقي أمام قرية منشأة عبد النبي تبع المركز أجف محافظة الدقهلية. خلينا أقول لك كمان إن فور وقوع الحادث يعني تقريبا أكتر من ساعة كافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية محافظة الدقهلية الدكتور أيمن مختار شكل لجنة مكبرة برئاسة السكرتير العام وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ودول واقفين معانا هنا على حافة الرياح التوفيقي متابعين الموقف عن قرب ومتابعة عدد الضحايا والمصابين اللي بيتم نقلهم لمستشفى أجا المركزي ومستشفى المنصورة الدولي للتعامل مع الحالات يعني المصابة اللي هو عصر عدد المصابين 6. وزي ما قلنا ارتفع دلوقتي حالا لسه سيارة الإسعاف يعني نقلة الضحية 19. طيب أنا بشكرك يا سالي، شكرا جزيلا زميلتنا سالي نافع كنت معنا تليفونيا، بشكرك ألف شكر. وخلونا